أنا اسمي محمود هواري من جنة، بشتغل مصور ومخرج أفلام وثائقية. أنا اشتركت في الجونة فوتو ويك بـ20 صورة من صوري، وبيعبروا عن المجتمع الصعيدي بشكل كامل، فيهم معمار وأزياء وحرف يدوية واحتفالات من الصعيد وألعاب شعبية. أنا بدأت التصوير في 2011، كونت مؤسسة اسمها Humans Fiber Egypt. المؤسسة دي هدفها حماية التراث الحي، والتراث الحي بيتمثل في الألعاب الشعبية وفي الممارسات الشعبية وفي الاحتفالات الدينية وفي الأزياء بتاعة المجتمع. فبالنسبة لأن التراث الحي ابتدى يندثر أو ابتدى كمان يختفي بشكل ما، يعني الأزياء بتاعتنا دخلت علينا أزياء جديدة، الألعاب بتاعتنا الشعبية كانت محتاجة مساحات واسعة جدا علشان تقدر تلعب لعبة شعبية فيها أكتر من 1000 بني آدم. دلوقتي المعمار والبنى الجديد أكل الأراضي دي، فهم للأسف بطلوا يعملوا الألعاب دي وابتدت تندثر بشكل قوي جدا. احنا لما بدأنا المؤسسة كان هدفنا ان احنا نحاول نوثق الشغل ده بالصورة، ونساعد كمان على ان الشغل ده يستمر، يعني ألعاب شعبية مثلا تستمر. وده كان من منطلق إيماننا إن الصورة ممكن تعمل التغيير ده، وفعلا إحنا قدرنا نشتغل على لعبة زي المرماح، كانت في 2011 بتتعمل 3 مرات أو 4 مرات في السنة. ابتدينا ننزل نصورها وندي للناس صورها، ابتدت الناس تشوف شكلها كأبطال، فابتدوا يعملوا ده بقى مش مرة واحدة في السنة، لا ده ابتدوا يعملوه مرة في الأسبوع. واحدة واحدة بقى ممكن تلاقي فيه أكتر من مرماح في أسبوع واحد. فده كان من أعظم الحاجات اللي احنا وصلنا لها. احنا دلوقتي بنشتغل على الأزياء، وحابين إن احنا نشتغل على الأزياء الصعيدي ونحاول نرجعها تاني للموضة. هي يعني مثلا احنا دلوقتي المكن مثلا بيعمل كل حاجة، احنا في فترة من الفترات كان كل الشغل اللي عندنا يدوي، يعني مهنة زي النول مثلا، النول ده كان بيتدفن مع الفرعون عشان لما يبعث إلى الحياة من جديد يغزل ملابسه اللي هينزل بيها الحياة الجديدة، تمام؟ دي مهنة يعني تكاد تكون انقرضت فعلا، تمام؟ مفيش غير مثلا بعد ما كان الصعيد فيه أكتر من 10,000 نول، النهاردة ممكن تلاقي في الصعيد 50 60 نول. احنا اشتغلنا قبل كده كذا مرة مع فيتوبيا، مع مروة أبو ليلى، تمام؟ ولما جت اشتغلت على معرض الجونة فعرضت علينا ان احنا نعمل حاجة كبيرة للصعيد كهيومنز فوبر ايجيبت، والحمد لله يعني احنا اشتغلنا معاها قبل كده كذا مرة وعارفين ان هي بتعمل شغل كويس، فاحنا تحمسنا جدا للفكرة. في الاول كان الموضوع غريب جدا ان احنا نيجي نشتغل على تراث حي في الجونة، تمام، اللي هي السياحة وده، بس احنا يعني شفنا ان ده حاجة كويسة جدا، لان ممكن ناس كتير ما تكونش تعرف المجتمع ده وتقدر تشوفه بشكل ما او تدعم ده بشكل ما، فقلنا ليه ما ناخدش التجربة دي يعني. وفعلا الحمد لله الناس متفاعلة جدا مع الشغل، والناس عايزانا نكمل وعايزة تدعمنا، فده كان عظيم جدا بالنسبة لنا وتجربة يعني موفقة جدا 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 يعني. يعني هو مش تعليق واحد، يعني هو مثلا الناس كانت في ناس بتتفاعل مع الأزياء، كان في ناس بتتفاعل مع الألعاب الشعبية، لأن الألعاب الشعبية اللي في الصعيد ألعاب كبيرة جدا، وللأسف اللي بيظهر عن الصعيد الطار والقتل والجهل، محدش مثلا كلمهم عن لعبة شعبية مستمرة ليها أكتر من 600 سنة أو 700 سنة، محدش قال لهم عن أزياء بتتعمل في الصعيد، محدش قال لهم عن حرف يدوية بتتعمل في الصعيد وبتتباع في القاهرة وبتتباع في أماكن كتير بفلوس كتير جدا، وهي أصلا بتتعمل في الصعيد بسعر معقول مش بسعر غالي. يعني هو كسر القوالب النمطية عن الصعيد، القوالب النمطية دي إن هو الصعيد بيطلع في فقر وجهل وطار، هو ده اللي الناس تعرفه عن الصعيد، أو ناس بوابين مثلا، فاهم؟ ما يعرفوش مثلا إن في واحد اسمه أمل دنجل مثلا، أعظم شاعر عربي حصل في الدنيا، ده من جنة، من قرية اسمها نجادة، فاهم؟ فكان ما يعرفوش الكلام ده. إحنا بنحاول بقى نوصل ده ونوصل الصورة الحقيقية للصعيد.